كنا اتكلمنا في اللاعب مصطفى البدري لاعب الانتاج الحربي. تمام. وكنا قلنا لحضرات الساده المشاهدين ان الموضوع اساسي يوم الخميس، لكن جاتنا معلومه النهارده ان الموضوع بتاع تفاوض الزمالك مع مصطفى البدري لاعب الانتاج الحربي هيتحسم السبت، عشان اللي هو اشرف عام رئيس نادي الانتاج الحربي مش موجود في القاهره اليومين دول، وان شاء الله المفروض انه هيرجع من السفر يعني خارج القاهره، هيرجع ان شاء الله صباح النهارده يعني، وهيتكلم مع مسؤول الزمالك. بس المعلومات اللي عندي ان الصفقه هتخلص على خير. برضو صفقه محمود مرعي مساك فريق وادي دجله، مدافع فريق وادي دجله، المفاوضات شبه منتهيه، و خلال الساعات المقبله الزمالك هيعلن التعاقد مع محمود مرعي. كريم العراقي الزمالك كان عنده رغبه في التعاقد معاه، كريم العراقي الظهير الايمن النادي المصري، لكن كريم العراقي مضى لنادي فيوتشر اف سي، واللي هو طبعا كوكاكولا سابقا. نادي فيوتشر اف سي اشترى نادي كوكاكولا وغير الاسم لفيوتشر اف سي، تعاقد مع اثنين من المصري. تعاقد مع كريم العراقي وتعاقد مع احمد شوشه، فكده كريم العراقي خلاص كده ما اضطر من الزمالك. وطبعا الزمالك كان جاب حمد النقاد، وكان في جلسه، خد بقى المفاجاه، مين دلوقتي بقى وكيل حمد النقاد؟ سيد مرعي. لا، حازم فتوح. حازم فتوح، افتكرت حازم فتوح. وهيوديه البنك الاهلي. لا سيبك من الوكيل، نوديه لسه، دي خطوه بعدين يعني. بقى حازم فتوح وكيل كارترون، بقى هو وكيل حمد النقاد. عملوا جلسه النهارده واتفقوا ان اللعيب هيمضي سنتين، بعد ما كانوا بيتكلموا في 800,000 دولار، الزمالك نجح يخفضهم ل 600,000 دولار بس. وهيتنازل عن 1,300,000 دولار اللي واخد بيهم حكم، وهيصفوا معاه الازمه والمشكله دي خالص، وهيمضي سنتين ب 600,000 دولار الموسم. مساله يخرج اعاره ويكمل في الزمالك لسه خلال الايام اللي جايه دي هتتحدد يعني الموضوع ده. المهم ان الاخ حمد النقاد خلاص بقى لاعب مع الزمالك وهيمضي العقد يوم الاحد. وانا شايف ان دي صفقه وانا شايف ان هي دي صفقه القرن. قرن فلفل. ماشي معلش. وغط نظر لا لا، ما هو ده الاعلام المحترم. نادي مليان كوارث اتقلب بقدره قادر زي الفل، ونادي ملهوش دعوه باي حاجه، الناس كلها قاعده تشتم فيه 24 ساعه. اللي بعده يا سيدي، الكابتن اسامه فيصل مهاجم نادي الزمالك، النادي البنك الاهلي طلب رسميا التعاقد معاه خلال الساعات الاخيره، واللاعب هيروح يتكلم مع مسؤول الزمالك ان هو ممكن يخرج اعاره لمده موسم يعني، في ويلعب لصفوف نادي البنك الاهلي. مع ان انا شايف ان اسامه فيصل يعني افضل له يكمل في الزمالك، بس هنشوف كارترون هيقول ايه في الموضوع ده. المفروض كارترون هيصل خلال ساعات عشان يكون تدريبات الزمالك استعدادا طبعا لمواجهه اسوان، وكاس مصر اتحدد له يوم 21 من الشهر الجاري، هتنطلق مبارياته. الزمالك النهارده شكل الاجهزه الفنيه الخاصه بقطاع الناشئين. بس خلي بالك، كاس مصر لسه مش رسمي، ده كلام جس نبض. لكن هل الزمالك وصلوا خطابات رسميه؟ لا، ولا الاهلي ولا اي حد من السبع فرق. مفيش مشكله، بس هو الزمالك هيعود التدريبات يعني السبت اللي هو بكره ان شاء الله. تمام. والراجل كارترون راجع، الاجازه خلصت خلاص الاسبوع اللي كان مانحها للاعبين يعني، استعدادا بقى لاسوان وفعلا للموسم المقبل ان شاء الله. ماشي. عندك قطاع الناشئين شكلوا الاجهزه الفنيه بتاعته، كابتن بدر حامد رئيس لقطاع الناشئين، طارق يحيى مدير لقطاع الناشئين، كابتن جوار عبد الحميد مشرف على الاستثمار الرياضي. يا ابني ده مش لسه متشكل القطاع ده. لا لا لا، ده الجديد بقى. لا اله الا الله. فركشوه رجعوا عملوه تاني. لو والنبي على، بس كمان تخبطني دماغي، مش القطاع ده لسه متشكل؟ وقلنا مبروك لبدر حامد وباركنا للناس. ايوه، ما رجعوا فركشوه عملوه تاني يا عم. فركشوه، واحنا بنتغدى في الجنينه، احنا في العيد بناكل الفسيخ، ايه فركشوه؟ والله فركشوه اتعمل تاني.
ده اقسم بالله يعني. هم اللي بعتلوا لي والله فركش بعمل تاني. انا اعمل لهم ايه طيب؟ بص مش هو كان طارق يحيى مدير راقوا فركشوه وركبوا بدر حامد وخلوا طارق تحتيه وبعد كده اولا طارق يحيى كان رئيس بقي مدير تبعوا فركشوه تاني وخلوه مدير برضه. طب ماشي يا عم قول عشان ما تلخبطش دماغي. طيب الفركشه الجديده ركز بقى معايا دي الفركشه الجديده خلاص؟ ماشي الكابتن بدر حامد رئيس قطاع الناشئين ماشي تمام الكابتن طارق يحيى مدير قطاع الناشئين مدير ماشي واخد بالك؟ كان قبل الفركشه دي كان الكابتن بدر حامد هو المدير والكابتن طارق يحيى هو الرئيس لكن عادي يعني شالوا اليافطه من هنا حطوها هنا وشالوا اليافطه من هنا حطوها هنا بس الاثنين قاعدين زي ما هم مكانهم يعني ما حدش ساب مكتبه عباره عن تبادل يقف يعني تمام؟ ماشي كابتن جلال عبد الحميد مشرف على استثمار الرياضي لقطاعات الكره والاكاديميات الداخليه والخارجيه زي ما هو كابتن غانم سلطان المستشار الفني لقطاع الناشئين زي ما هو يبقى انت كده عندك رئيس قطاع مدير قطاع مستشار فني للقطاع الكابتن عادل مأمور مدير فني لحراسه المرمى كابتن هشام يكن عضو لجنه الاستثمار كابتن مصطفى نجم عضو لجنه الاستثمار نتمنى ان هم دخلوا لنا استثمار نتمنى كابتن حسن بصري عايزين نشاط اقتصادي ما عايزين نشاط اقتصادي لف بالدوري ونصور بيه في ميدان التحرير ده كلام يعني خارج السياق بصراحه ما ينفعش يعني انا مالي الزمالك الاهلي ما انا بقول لك كلام مش عاجبني يعني كلام ما ينفعش ماشي كابتن حسن اتفضل ما يا عم يعملوا مزرعه ارانب اهو استثمار كابتن حسن بصري مدير قطاع المدرسه الاساسيه البراعم كابتن علي خليل مدير فني المدرسه الاساسيه البراعم ده مدير قطاع وده مدير فني محمد رفعت عطيه مدير قطاع الاكاديميات مجدي سالم المدير الفني للاكاديميات كابتن سيد محمد علي المدير الفني لحراس المرمى بالاكاديميات احمد السيسي مدير اداري القطاعات وشؤون اللاعبين شكري حسن المدير الاداري لقطاع الناشئين محمد صبحي المدير الاداري للمدرسه الاساسيه براعم احمد البدوي قيد اللاعبين بقطاع الناشئين صالح جابر شؤون اللاعبين بالمدرسه الاساسيه محمود بدر الدين مدير المالي قطاعات كره القدم حسن سمير مسؤول القيد الالكتروني للاعبين يعني ايه يعني ايه يعني ايه يقول لك صالح جابر شؤون اللاعبين بالمدرسه الاساسيه ماشي على احمد البدوي عشان عندي حاجات بقول لك ايه بقول لك ايه النبي استناني اسمع دي بقى احمد البدوي قيد اللاعبين بقطاع الناشئين حسن سمير مسؤول القيد الالكتروني لقطاع الناشئين ايه ايه يعني واحد هيكتب القيد بايده والثاني يكتبه الكتروني يعني احمد البدوي قيد اللاعبين بقطاع الناشئين وحسن سمير مسؤول القيد الالكتروني لقطاع الناشئين يلا ايه ده يعني اخيرا يا عم علاء خلاص انت مش عايز تكمل يعني مش عايز تكمل التشكيل خلاص ما فيش مشكله يعني ملوش لازمه ولا يهم الناس يعني ده ناس بتهرج لا ما فيش مشكله امام عاشور الراجل اتجوز الحمد لله واخد اذن من الجهاز الفني شيكابالا بيقول لك سوء تنظيم احتفاليه الدوري حرمنا من تكريم ايمن حفني بيقول لك اتفقت انا وحازم امام ان اللي هيشيل الدرع ايمن حفني لكن سوء التنظيم واللي حصل وكان في تيشيرتات مكتوب عليها شكر للجماهير خلاص طب ما احنا هنسمع خلاص ما الناس هتسمع شيكابالا بكره لا معلش احنا نقول برضه نقول التصريح ده الناس ما تسمع نقوله يعني احنا نجيب التصريح واحنا نقول تصريحه الراجل قال تصريح من حين نقول تصريحه ماشي الراجل قال لك كان فيها تيشيرتات تخص جماهير الزمالك ما عرفناش ندخل نجيبها كان الان بس خبر مهم حلقه شيكابالا مباشر وليس مسجله تمام يعني التحدي للركب لا تتفرجوا عليا لا على شيكابالا جامد حلوه دي جامده برافو عليك برافو عليك ومع احترامي يعني اللي زي علاء انا مش عايزه يتفرج عليا لان انا برضه بختار مشاهديني انا يتفرج عليا الصفوه والمحترمين والمثقفين انا اولا من جهينا مش من الصفوه فعشان كده اتفرج على شيكابالا ماشي ربنا يوفقك
الله يخليك. المهم الراجل قال لك يعني ان سوء التنظيم حرمنا من تسليم ايمن حفني. طبعا ايمن حفني امبارح الزمالك خد قرار بتمديد عقده لمده موسم، ولعيب طبعا محترم ولعيب افاد الفريق في بقى ازمه رزاق السيف. الحاج رزاق السيف زمالك وافي على عرض الاتحاد، جه رزاق السيف قال لك لا انا مش هتعار، لا ترجعوني لا تسيبوني. الزمالك بعت تذكره السفر لرزاق السيف وقال له تعالى لي من ساحل العاج عشان يتكلموا معاه. المعلومه اللي وصلت الزمالك ان رزاق السيف مستني قيد الاجانب علشان يشتكي الزمالك ويفسخ التعاقد ويبقى فري. فالزمالك هيجيبه ويحاول يمدد له عقده ويحاول يقنعه باعاره الاتحاد او اي اعاره نادي هو عايزها. لو مش عايز الاتحاد هيشوفوا له اي نادي، المهم ان هم يمددوا العقد، لان السيسي فاضل الموسم ده بس. فاضل له الموسم ده بس. ماشي. السيسي في خلال ثلاث ايام هيكون في القاهره ويتوقع على مسؤول الزمالك. عمر السعيد هياخد جلسه مع مسؤول الزمالك خلال 48 ساعه عشان يحدد موقفه، لان الراجل قضى موسم اعاره في الجونه ومعروض من الجونه والمقاولين والمصري والاسماعيلي معروض كتير جدا، وعايز يشوف هل كارتيرون عنده رغبه ان هو يرجع ولا هيجدد الاعاره وهيختار نادي جديد يتم الاعاره ليه. المغربي محمد ونجم هيصل القاهره برضه قريب بكره على اقصى تقدير، ونجم معاه عرض من الامارات الاماراتي. معاه عرض من نادي الامارات الاماراتي هيعرضه على نادي الزمالك وهيقعد معاهم. وطبعا كلام ان كارتيرون متمسك بيه والزمالك متمسك بيه طبعا عشان يرفعوا سعر اللاعب، وعلشان لو اللاعب ما انتقلش الامارات الاماراتي هيتم بيعه لنادي الوداد، والزمالك عنده رغبه انه يجيب من الوداد وليد الكارتي. يعني يعني ونجم ورقه رابحه في ايد الزمالك، سواء اتباع هيدخل فلوس صفقه تبادليه، الزمالك هيدعم صفوفه بلاعب مميز وهو وليد الكارتي. ده كان اخر خبر عندنا استاذ عبد الناصر. اي سؤال اي استفسار تحت امر حضرتك. شكرا جزيلا. ادي جامد عشان جامد لسه ما خدش.